مجهودات كبيرة تلك التي تبذل بولاية بجاية في قطاع السكن، أهم ثمارها استلام قطب حضاري مجهز بجميع المرافق. هذا القطب يحتوي على 16,000 وحدة سكنية، فيه 6,920 سكن اجتماعي إيجاري و 9,080 وحدة سكنات عدل. لقد قمنا بالإسراع في وتيرة الإنجاز من أجل انتهاء في الأشغال. لقد قمنا بربط جميع السكنات بالكهرباء، الغاز، الماء، إلى جانب الألياف البصرية لافيبر أوبتيك. لحظات فقط تفصل الحاجة فاطمة عن تحقيق حلمها، ها هي ذي تستلم مقرر استفادتها من سكن اجتماعي منح لها في القطب الحضاري لوادي غير. بياسر راني فرحانة رايح نبكي، لا رايح نبكي العزيزة. الميزيرية لنا اللي تجوزتي أنا، واحد ما تجوز واحد في الدنيا. الدار اللي يتاح عليك وش تقطر عليك ما كانش منين تجوز. اهتمام وتركيز الحكومة على قطاع السكن من خلال إطلاق عديد المشاريع في مختلف الصيغ مكن من تحقيق نتائج إيجابية في انتظار تحقيق المزيد.